أهلا وسهلا فيكم بحياة هوم كوكينج. اليوم بدي أقدم لكم وصفة تندوري تشيكن أو دجاج بالبهارات الهندية. وصفة كتير طيبة، كتير هينة، شغلة ما بده وقت أبدا، مجرد بس ننقع الدجاج ومنحطه بالفرن. المهم فيها هالوصفة هي البهارات. نحن بحاجة ل 2 كيلو درام ستيك تشيكن، فيه يكون سفينة دجاج مقطعين مثل ما بتحبوا، ملعقة صغيرة ونص ملح، ملعقة صغيرة كركم أو عقدة صفرة، ملعقة صغيرة حر أحمر، وهون الحر على ذوقكم، فيكن تزيدوا شوي وتنقصوا على الذوق، بس للاثنين كيلو كتير مناسبين وبيعطوا طعمة طيبة مش حرة كتير. في حال بدكن حر أكتر منزيد أكيد. صلنا للثوم الباودر والبهار الأسود، عندي إياهن أنا مخلوطين ببعضهم. بدكن ملعقة صغيرة ثوم باودر وملعقة صغيرة بهار أسود. بابريكا الحلوة، نحن بحاجة لملقتين كبار رح يعطوا لون كتير حلو للدجاج، يطلع لونه الأحمر اللي منعرفه بالتندوري، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة جرم مسالة وملعقة صغيرة بهار هندي. هالنوعين من البهارات صعب أوقات نحصل عليهم، بحل محلهم ملعقة كبيرة كزبرة يابسة، ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة هيل مطحون، ملعقة صغيرة بهار أبيض، ومنزيد شوي من كل المكونات اللي قطعت معنا، نحصل على نفس النكهة اللي هي الجرم مسالة والبهارات الهندية المشكلة. وصفتنا بحاجة لخمس ملاقع كبار لبن زبادي، عصير حامضة كاملة، ونصف كوب زيت زيتون. هيدي هي كل المكونات يلي بحاجة إلى وصفتنا اليوم. إن شاء الله ما كنت طولت عليكم، ويلا لنبلش. نبدأ وصفتنا بجات كبير مفضل يكون إزاز من عصير الحامضة. نوضع كل البهارات اللي ذكرناها هلأ، نوضع اللبن وزيت الزيتون ونحركهم كتير منيح. نوضع الدجاج اللي منظف اكيد بقلب النقعة. نخلطهم كتير كتير منيح كرم نغطي منيح، نتركه بالبراد لحين الشوي بالفرن على الفحم مثل ما بتحبوا. في نقطة صغيرة بدي اذكرها، انه بالمطاعم بتشوفوها لونها حمرة كتير بحطوا صبغة حمرة، انا ما حابة تكون فيها صبغة، رح تطلع لون على ذوقكم ورح تشوفوا النهاية. صواني جاهزة، الفرن حميناه ل 200 درجة، بندخله على الفرن مشعل من فوق ومن تحت، نعطيه تقريبا شي 45 دقيقة. هلأ من بعد ما تحمر اخد اللون كله مزبوط بيستوي تماما، اخذ وقت معي 50 دقيقة، وبعدين حسب الفرن عندكم اكيد، بس المهم تحمروا الدجاج مزبوط ليطلع لونه على حمار. بتحبوا تحطوا نقطة صبغة حمرة بالنقعة فيكن بتكونوا حصلتوا على اللون اللي بنشوفه بالسوق. وهيدي وصفتنا لليوم خلصت. في حال حبيتوا الوصفة بتمنى منكم تعملوا لي لايك شير وسبسكرايب ليوصلكم كل جديدة من حياة هوم كوكينج، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. قدمتها للصينية مثل ما هي على طاولة السفرة، ما بدها نقل، ما بدها شي، شكلها بشهي من دون ما نعملها ديكور. قدمتها مع رز أصفر منكه، نبقى مننزل الوصفة قريبا. وهيدي هي نتيجة التندوري. ألف صحة وهنا من حياة هوم كوكينج، بشوفكن بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.